خوت، السلام عليكم. كي دايرين؟ هالين مهنين ناشطين ماشطين. هاتوما دابا شحال في الساعة؟ دابا 12 ديال الليل. غنتعشاو بالحسوة، شو القصرية كم بالحسوة. شو الحسوة؟ قولي ما شو هاد الحسوة؟ ما عرفت شو زين. من غير الحلبة والبصلة حبة شير. قولي ما دايرة بها الحسوة؟ وزير فيها باش نطيبها. ندير فيها الحلبة زيدي واحد برشا جوج زيد زعتر. اليوم ماشي؟ اليوم سبت. اليوم ماشي؟ نعم اليوم. ايه يوم خميس. ها اليوم ماشي؟ يوم خميس. وعلاش ديري الحسوة؟ علاش ما درتيش العشاء؟ حيت انا ما بغاش مرقة. وانا تحرميني من المرقة؟ ما الحسوة. علاش ناكل الحسوة وتحرميني من المرقة؟ علاش؟ مالها الحسوة ماشي ماكلة. كيفاش مالها الحسوة ماشي ماكلة؟ مالها الحسوة. وعلاش ما درتيش انت المرقة؟ ما بغيتش ناكل المرقة بلي. شنو؟ وغارش ناكلو المرقة بلي. ولا بحال بحال تا ديرها عجينة، تا هي كتسمى عجينة. لا ديرها حسوة خفيفة زيدي المرقة. شنو المرقة؟ مرقة. خليت هنا بلا عشا الله يلقيها لي. مالو دابا ماشي عشا؟ واش الدراري حسوة؟ كان شي حسوة مع 11 ديال الليل. موال واليوم السوق، اليوم راه عندنا حنا السوق. نديرو غدينا السوق. زيدي شوية زيدي. كبي كبي كبي. درنا السوق يلا زيدي كبي. كل كل حسوة راه زوينة، فيها الفيتامينات، فيها الكرموس. حق مولانا المرقة محسن. حسوة ديك المرقة. لا المرقة أحسن. منين جات المرقة؟ فيها البلول، فيها البلول، فيها المعطيشة، فيها خيزو، فيها بطاطا، فيها اللحم ولا الدجاج، فيها القرعة، فيها اللفت، فيها العطرية. غادي اش فيها؟ اش فيها؟ بغيت الحبس واليمين. فيها الحلبة وهادي. مال الحلبة؟ يكون جمع فمك هاني علينا. سيدي ياكل ما يفعلو بغيت ما بغاش تحسبو. هلا زيد يا زيد شوية. كبير غير زيد شوية. قولي ياك ما كتنفخ. ما فيهش الزيت هاكا. حقا كاع مازال فيها زيت العود. راه طايب فيه. هاوي والله. وعلاش ما نديروش فيها دابا فوق؟ بارك عليك بارك عليك. غاد نفخك ولي دارك مصران ولي تغبط. كول هاد السويقة بارك عليك. أنا نكمل بالخبز واتي. حق مولانا درتي فيها زيت العود تتنى. والله إلا فكرتيني بالله. ما فكرت خبزة ما دايرين والو. شوما الخبز لا بزاف الخبز. حسن والله ما كاين ما احسن من الخبز بالله. ودا بزاف القرعة ديال الزيت العود. القرعة ديال الزيت العود منين تي؟ واش المصيبة؟
وين تجي فيها نزيدك البارح حي حي غمس لا غمس تغمس 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 ما هو ماشي سوق ما تورينيش الشاندي يا ربي السلام شو الراجل كي مهلو خسر الزيت العود ماشي ولكن بيني وبينك زيدي شويه زيدي واخا ولات واحد الناس ما زوينه الحسوه بارك 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 زيدي شويه ديال الحسوه زيد يلا بارك ناري لازم نبقاش عندو شكون راه كيديروا الناس اللي كيشربوا ولا عندهم معدم سنان المكتب السلام عليك بقى طايبه مولين الشرف مول وغرام في الغرام بقاو شي طيب حق مولا انا بقاو كي طيب الا قال كيديروا لنا الشير والله الدراري يلعب بالناتا والصراحة والله إلا شوف اللي ما يتعش ما يتعشاش أحسن عشا خلي لي ديك الماطيشة خلي لي ديك البصلة خلي لي ديك الحسوة الاقتصاد امسح 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 قصري مالو قصري بالخبز نغسل لها نوض نغسل لها زيد كاع اللي باغ لا لا يبارك عليا الله يقلدك علاش والله إلا بقى على مزيان هذا في باس فوتو مسكينة باقا زي حق البريد غير شي سخني سخني عليه ولا كل بعد غالي سخني سخن واه يا ربي وا درجة وا السيد أبو الحسادي بغا يكمل بالكاسرون أما أحسن عندك زوج مناظر بآتيه قري آتيه أحسن حاجة في البرد وشنا هي هي الحسوة وش مرا تكون مسخوطة بحال هادي أم لقطة حصير الشيخات وحصير الجامع على علاقة مولي مسخوطة أم لقطاها التمر التمر الدراري شو بغيت هيك كبر متى يسخن اي والله الا 12 هادي عباد الله وتعشاتنا بالحسب وهاد المقاسات برشا واليوم السوق اليوم السوق راه خاصنا يكون عندنا الخميس ويكون عندنا القاضيه مزوره و وانت تشوف واش غنديروا مع المسقوطه ما يحسبوا مشاعر هذاك 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 وو البريد خليني وغا يتحرق ولا ما والله العادي موت نفخت الليلة صمتك إلا ما نجيب سطال ديال الماء نكبو عليك رانا مسخور وما تبقى تضرب بليمنات صخبت غادي تقول كاع أنا هادي البريد هادي البريد يسخن غير طاب شوف 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 عزيز عليك كاس يسخن بزاف اري يا كاس انت الفطار انت مال ها هي ناري شو الراجل كدي انت مالك مهروب انت الفطار ما يدو خميس مال خمسة ديال الصباح من الصباح انا نجري ومع شي بالحسوبه الخميس نايض موزع علينا موزع علينا الجمل موزع علينا جيب القضية جيب الكرشة جيب شويه جيب الشنتيفات جيب الشنتيفات راه باقيين لا وقع في ميكا لا زيد ما نجمل ما خليتيش يسخن وانت ما عرفتش انا بغيت لك واش من لا غير بارد بغيتك والله انا ساعات تاع عشر بي نيت وكسا خليه يسخن وانا قلت لك سربي 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 على البريد سربي 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 على البريد الله العظيم لا باقي بارد بالله هاك يا شربي ها باش عارفي اتي بارد شوف هاك انا مش سوقي شربي وخليه شربي وخليه
اي لا قالك هاي من السوق معي مع الوزاره بحال جايب حليني جمل جايب مزعولين جيب شنتي فات جيب جوج 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 مصاره مخان زين راه باقيين في الثلاجه تا الغدا وندير لك عليهم لو ما دارت طعام الخوت اللي عنده شي مرا مسخوطه بحال هذه يفضل معايا يقول لها باي باي. وانت مرضي دوك؟ والله الا مرضي. اه مرضي. باش عرفتي راسك مرضي؟ ها باش عرفتي راسك مرضي؟ انا مرضي كمل الخبز. انا مرضي الا قالي معاك انت مسخوطه. قسم انا اللي مرضي. وشكرا لكم الخوت وبارطاجيو هذا الفيديو الله يرحم لكم الوالدين وتحيه للجاليه المغربيه المقيمه بالديار الاوروبيه. حنا راه غير كنبغيو نضحكوكم شويه نضحكو معاكم كنبغيو نشطوكم شويه وشكرا لكم والخير راه عندكم وانتم مالي الخير وتحيه للناس الزوينه في المكان وانا مزوق فيكم البارطاج 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 اهم شيء هو البارطاج وشكرا لكم على حضوركم معنا في اي فيديو وراه كلشي زوين الحسوه المرقه الرفيسه كلشي زوين حنا ما بغيناش نديرو العشاء وشكرا لكم والله يحفظكم.